نعترف ونعلم أنه توجد تحديات اقتصادية ويوجد بعض الأزمات، لكن هذه ليست الصورة كاملة. إنما الصورة كاملة يجب أن نقارن أين كنا وأين أصبحنا الآن. السؤال الأهم، هل تحسننا أم لا نتحسن؟ السؤال الثاني، هل ده إحنا بس ولا المنطقة والعالم كله؟ دي أسئلة كلها إحنا لازم نطرحها. الجزء المؤلم والصعب في خطة النهوض وبناء الدولة مر، وأنا بأعلن مرة تانية أن الجزء الأصعب في الإصلاح الاقتصادي مر، لأن الجزء الأصعب يعتمد بشكل أساسي على بناء بنية أساسية قوية. البنية الأساسية القوية عائدها ما هواش مباشر وما هواش قصير الأجل. البنية الأساسية علشان كده الدولة قامت بيها بنفسها علشان تختصر الوقت والمسافات. نحن مؤهلون تماما لانطلاقة اقتصادية قوية بعد البنية الأساسية والإصلاح الذي تم. عوامل النجاح كلها معانا، الأمن والأمان، المواقع الجغرافية المتميزة، البنية الأساسية، احنا خلاص مؤهلين لاستقبال الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل أكبر. تأجيل العملية الانتخابية غير مطروح، لا مجال لتأجيل العملية الانتخابية. ليس هناك مبرر دستوري أو قانوني أو واقعي يدعونا لتأجيل العملية الانتخابية. نحن الآن في ظروف أفضل بكثير من الظروف التي كانت تمر بها البلاد في سنة 11 و12 و13، وبالتالي أجرية الانتخابات والاستفتاءات في هذه الظروف الدقيقة بفضل وعي الشعب المصري وبفضل قوة مؤسساتها ووقوفها وقفة صلبة في ظهر الدولة. لا أتصور أن أصلاً في وجه مقارنة ما بين ظروف 11 و12 و13 عن الآن نحن نعمل بأمن وسلام واستقرار. الكلام عن نزاهة هو كلام عن نضال، مش كلام عن أنه إيه نتحدث عن النزاهة وننام على الأريكة. يعني ما فيش حاجة زي كده. يعني عايز تتكلم عن النزاهة، اتكلم عن النزاهة في معترك نضالي كلام عن النزاهة وانت بتمارس حقك. يعني دي مسألة أولى. كان نفسي أبدأ بغزة بس للأسف هي الكلام جاب بعضه. يعني غزة لازم أبدأ يعني بتأييدي الكامل للشعب الفلسطيني، بتأييدي الكامل لصمود الشعب الفلسطيني، بتأييدي الكامل للمواقف المتماسكة للنظام المصري حتى الآن في رفض سياسات التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية. أنا داعم كل الدعم للنظام في محاولاته المستمرة لإدخال قافل الإغاثة للشعب الفلسطيني، داعم كل الدعم. آخر تصريح أصدره الرئيس سيسي النهاردة أو امبارح أنا مش فاكر، ده كلام في منتهى الخطورة والأهمية ويستحق يعني دعم كامل من الشعب المصري، وهو التصريح الخاص برفض تدخل قوات حلف الناتو في كقوات في غزة. ده كلام مهم جدا، لازم كلنا نبقى فاهمين أبعاده. خلاص، هناك فعلا قضية تتعلق بالأمن القومي المصري. ما يحدث في غزة ليس بعيدا عننا، بالعكس ده يعني في بيتنا يعني. وبالتالي لازم نشدد على الفكرتين الأساسيتين، دعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض السيناريو الإسرائيلي الخاص بالتهجير القسري. أنا بقول بعرض برنامج على الأمة المصرية، وهيئة الناخبين تسمع وبتعي وعايشة في المجتمع، واللي تختاره هنحترم هذه الإرادة. أنا مش داخل في صراع مع حد نهائي، والنتيجة أنا بقبلها بس، والمناخ مناسب، والهيئة الوطنية دي هيئة دستورية، وأعتقد إن والبشائر كلها بتقول إن هي محايدة،